أهلا بكم. أنهى سوق أبو ظبي تعاملاته اليوم في المنطقة الخضراء على ارتفاع ب 82% عند مستويات 4284 نقطة، وسط أحجام للتداول بلغت 123,800,000 سهم، وقيم للتداول بلغت 181,500,000 درهم. أما عن الأداء القطاعي فقد تصدر قطاع الطاقة أكثر الارتفاعات ب 12 نقطة المئوية. أما عن الأداء القطاعي فقد سيطر اللون الأخضر على كل القطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي جاء على تراجع ب 98%، وتصدر قطاع الطاقة الارتفاعات ب 12 نقطة المئوية. أما عن الأسهم فقد تصدر سهم الخزنة للتأمين الارتفاعات بأكثر من 13%، وتصدر أبو ظبي الوطنية للتأمين التراجعات بأكثر من 9%. رأس الخيمة العقارية تصدر الكميات بأكثر من 38,400,000 سهم